السلام عليكم. الحوثيون منع مرور السفن المتجهة إلى الاحتلال من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لغزة حاجاتها من الغذاء والدواء. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الجيش اليمني يوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى الاحتلال من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجاته من الغذاء والدواء. وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان لها: بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في فرض قرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدوان الصهيوني وارتكاب مجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجاته من الغذاء والدواء، وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة. وأضاف البيان: وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية، نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وأردف الجيش اليمني في بيانه: نؤكد وتؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي، ولكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.